وقد جهزت وزارة الأوقاف 5900 ساحة ومسجدا جامعا لاستقبال المصلين. الوزارة أكدت أنه سيكون بكل ساحة إمامان أحدهما أساسي والآخر احتياطي، كما شكلت لجنة برئاسة رئيس القطاع الديني بالوزارة لمتابعة كل ما يتصل بتنظيم صلاة العيد. نتابع. استعدادا لصلاة عيد الفطر، وزارة الأوقاف تعقد اجتماعا موسعا باللجنة المنوطة لمتابعة كل ما يتصل بتنظيم ساحة صلاة العيد، مع التحذير من أي محاولة لإقامة صلاة العيد خارج الساحات والمساجد التي حددتها الوزارة. بلغت الساحات 5900 ساحة على مستوى الجمهورية، مدفوع فيها 2 من الأئمة، إمام أصلي وإمام احتياطي، بواقع 11800 إمام على مستوى الجمهورية. الإمام الأصلي سيقوم بأداء خطبة الجمعة، والإمام الاحتياطي من باب لو حصل له عذر طارئ فسيقوم بالإنابة مكانه. وبالتالي أصبح عندنا 5800 خطيب مستعدون لأداء خطبة العيد. أكثر من 11000 إمام وخطيب أساسي واحتياطي مصرح لهم بالخطابة من الأوقاف تم تكليفهم لأداء خطبة العيد وإمامة المصلين في الصلاة، مع التأكيد أن أي محاولة لإقامة الصلاة خارج الساحات والمساجد المحددة افتئات على الدين والدولة، مع المواجهة بمنتهى الحسم. اللجنة دائما في انقاذ دائم ومستمر لمتابعة ساحات العيد حتى الانتهاء من صلاة عيد الفطر المبارك. عمل اللجنة بالنسبة التي شكلها معالي وزير الأوقاف، تعمل لجنة على غرفة عمليات في المديريات الإقليمية، تتلقى من المديريات الإقليمية مثلا أحيانا المديرية السبع ساحة تضع ساحة مكانها، ففي تواصل مستمر مع المديريات الإقليمية على مستوى الجمهورية حتى تنتهي وزارة الأوقاف من صلاة العيد بكل خير وسلام. احنا بنتلقى الطلبات من المديريات الإقليمية على مستوى الجمهورية، وبنحاول نجمع هذه الطلبات وننسقها، وبنشوف العدد الأئمة والخطباء اللي هم بنوزعهم على ساحات العيد. استعدادات لصلاة العيد تأتي من وزارة الأوقاف للخروج بصلاة العيد على النحو الأمثل. ساعات قليلة ونستقبل عيد الفطر المبارك، واستعدادا لتنظيم ساحة صلاة العيد للمصلين، وزارة الأوقاف تصرح بعدد من التعليمات والضوابط الخاصة بتنظيم الساحات وتشكيل لجنة دائمة برئاسة رئيس القطاع الديني لمتابعة كل ما يتصل بتنظيم صلاة العيد للخروج بها على النحو الأمثل. وليد هيكل، التلفزيون المصري.